في الساعات الأولى من صباح السابع من أكتوبر بدأت فصائل المقاومة الفلسطينية هجوما غير مسبوق ولا متوقع. ضربت فيه حوالي 2000 صاروخ كغطاء لتشتيت الرادارات الإسرائيلية عن الطيران الشراعي الذي استخدمته في هجومها، بالإضافة إلى زوارق بحرية وعربات دفع رباعي ودراجات آلية. تمكن عناصر المقاومة من اقتحام معسكرات إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة. خسائر إسرائيل البشرية في هذا الهجوم حتى الآن أكثر من 700 قتيل و 2200 جريح، أما المفقودين فلم تحدد أعدادهم بعد. وحتى الآن تدور اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في سديروت وأوفاكيم ونتيفوت